أكيد سمعت قبل كده المثل الشعبي المصري اللي بيقول اعمل الخير وارميه في البحر. تخيل إن المثل ده له علاقة بأقدم كتاب أثر في تفكير البشر، كتاب الموتى. في حلقة النهاردة هنتكلم عن قصة الكتاب ده اللي بيورينا إزاي أقدم حضارة في التاريخ فكرت في مصير الإنسان بعد الموت. أكيد منظر هرم خوفو أو شكل أي مقبرة من مقابر مصر القديمة بيخليك تسأل نفسك السؤال ده، هي الناس دي اللي بيفصلنا عنهم مش أقل من 5000 سنة، كانوا بيفكروا إزاي في الموت؟ وإيه كمية الألوان والرسومات اللي جوه المقابر بتاعتهم دي؟ وإزاي الهرم الأكبر أضخم وأشهر آثار العالم وفي الأساس مقبرة لملك من مصر القديمة؟ بس بداية قصتنا ما بتبدأش لا في مصر ولا في الأهرامات. في فرنسا في القرن 19 انتشرت موجة هوس بكل حاجة تخص مصر القديمة وأسرارها، وده كان بسبب الحملة الفرنسية اللي رجعت من مصر ومعها آثار كتيرة جدا، ومنها طبعًا حجر رشيد المعروف. الحجر ده ساعد عالم لغة اسمه شامبليون في فك رموز اللغه الهيروغليفيه. وقبل الاكتشاف ده معلوماتنا عن مصر القديمه كانت تعتبر ولا حاجه، لان محدش كان عارف يقرا اللغه بتاعتهم اللي في المعابد ولا في البرديات. ومن اللحظه دي بدات مرحله جديده في فهم الاثار المصريه، ومنها البرديات اللي كانت موجوده في المقابر. عالم الماني اسمه لابسيوس هو اول واحد ترجم كتاب الموتى من اللغه المصريه القديمه، وهو كمان اللي اختار اسمه ده، بس لا ده كان الاسم الحقيقي للكتاب ولا دي كانت النسخه الكامله منه. الكتاب ده كان له نسخ كتيره جدا مكتوبه على برديات جوه مقابر كتيره جدا، ومن تجميع البرديات المختلفه قدروا علماء المصريات يجمعوا نسخه كامله الكتاب وعرفوا اسمه الحقيقي، الخروج الى النهار. اشهرهم كانت برديه اسمها برديه اني، وهي موجوده دلوقتي في المتحف البريطاني وفيها اغلب فصول الكتاب. برديه اني مكتوبه في لفافه بردي طولها حوالي 23 متر ومتقسمه لحوالي 200 فصل، ده غير ان البرديه فيها حوالي 37 لوحه بتشرح الفصول. اني اللي هو صاحب البرديه كان موظف شغلته الكتابه وعاش حوالي 1300 قبل الميلاد. بس ليه الكاتب ده حط برديه بالحجم ده في مقبرته؟ السؤال ده هيخلينا نرجع بالتاريخ لورا شويه. في العالم القديم كان الخلود مرتبط بناس محدوده بتختارهم الالهه، اما باقي الناس فكانت ارواحهم بتنتهي بالموت. نفس الفكره كانت في مصر القديمه بس كان ليها شكل مختلف شويه. الخلود كان مرتبط بالملوك بس، لان ملوك الدوله القديمه في مصر عملوا انجازات ضخمه خلت الناس تحطهم في مكانه فوق البشر. كان النجاح العظيم لملوك الدوله القديمه في الاداره والحكم سبب كبير في نظره الناس ليهم على انهم مثال للكمال، ومن هنا ظهرت فكره دينيه بتقول ان روح الملك لها اصل الهي وبالتالي فاستحاله تموت. فبعد الموت روحه بتصعد للسماء وبتشارك الاله رع في الخلود. علماء المصريات اكتشفوا مجموعه من النصوص مكتوبه داخل الاهرامات اسمها متون الاهرام بتحكي رحله روح الملك من بعد الموت لغايه وصوله للسماء، ومتون الاهرام كانت هي النسخه الاقدم من كتابنا بتاع النهارده، كتاب الموتى. دي النسخه الخاصه بالملوك بس، وهي عباره عن ترانيم وصلوات بتساعد روحه عشان توصل لمكانها الحقيقي في السماء. في نهايه الدوله القديمه حصلت تطورات كتيره غيرت العقيده دي تماما. في الوقت ده مصر مرت بازمات سياسيه كبيره دخلت البلد كلها في فوضى، لدرجه ان البلد اتقسمت نصين، مملكه شمال ومملكه جنوب. صوره الملك كحاكم مثالي بينشر النظام اتهزت في عيون الناس، وبدا كتير من الحكماء ينتقدوا الملك ويقللوا من قيمته لانه ما قدرش يحافظ على النظام ولا يحقق العدل. الحكيم ايبور بيقول نص موجه كلامه للملك ان تصرفاتك كانت السبب في حاله الفوضى وعدم النظام، وبدل ما انك تكون راعي للشعب نطقت بالاكاذيب. حتى الملوك نفسهم حسوا بعجزهم، واحد منهم قال لابنه في وصيه ان كل المصايب البلد دي راجعه لسوء تصرفاته. الملك ما بقاش كائن مثالي وتحول مع الوقت لمجرد حاكم عادي. المصريين كانوا بيقدسوا المهمه اللي الحاكم بيقوم بيها، فلما فشل فيها انهارت صورته في عيونهم. في نفس الوقت افكار المصريين الدينيه عن الموت والخلود اتاثرت جدا بكل التغيرات اللي بتحصل، وبدا يحصل شيء جديد تماما ومختلف عن كل اللي كان موجود قبل كده. فبدل ما كان الخلود مرتبط بالملك ورحلته للسماء، بدات بعض الناس تكتب نصوص على التوابيت في مقابرهم بيفخروا فيها بانجازاتهم واعمالهم الصالحه في الحياه الدنيا دي، وده قدام اله العالم الاخر اوزيريس، وبيطلبوا منه كمان الخلود. مع الوقت بقت اخلاق الانسان في الحياه هي المقياس عشان يحصل على الخلود، وده بقى متاح لاي شخص مهما كانت مكانته، مش شرط خالص يكون من الملوك. وهو ده الهدف من كتاب الموتى اللي كان موجود في مقبره الكاتب اني. كتاب الموتى كان اول كتاب ديني في التاريخ بيعبر عن حق اي انسان انه ينتصر على الموت ويوصل للخلود عن طريق اعماله في الدنيا، وهو ده اللي كان الكاتب اني بيحاول يعمله من خلال البرديه اللي سابها في مقبرته. لما نرجع لبرديه الكاتب اني هنلاقي ان كل هدف كتاب الموتى انه يساعده في رحلته بعد الموت. ورحله اني بعد الموت بتبدا بتحنيط جثته، والمهمه دي بيقوم بها مجموعه من الكهنه اللي بيشيلوا كل اعضاء جسمه ما عدا قلبه، لان القلب ده المكان اللي المصريين القدماء كانوا بيعتقدوا انه مركز الروح. وبعدين بيلفوا الجثمان كله بالكتان وبملح اسمه النترون. الكتاب بيساعد روح اني الاول في العبور من العالم السفلي، وهو مكان تحت الارض مليان بحيرات من النار ومخلوقات شرسه بتمنع الروح من العبور. ورحله الروح في العالم السفلي هي شبه حركة الشمس في العقيدة المصرية. المصريين كانوا بيتخيلوا الشمس لما بتغيب بتنزل في رحلة تحت الأرض وبتواجه أكتر كائن عايز سبب الفوضى في العالم، الأفعى عبيب، وبعدين لما بتقدر تتغلب عليه بيبدأ يوم جديد بشروقها في النهار. روح الإنسان بتواجه نفس المصير في العالم السفلي، وكتاب الموتى فيه فصول كاملة مليانة ترانيم وصلوات عشان تحافظ على الروح من المصاعب اللي بتمر بيها. في النهاية بتوصل الروح لقاعة الإله مات، إلهة النظام والحق، ودي قاعة المحاكمة اللي بتحدد مصير الروح سواء كان الخلود
أو الموت النهائي. القاع بيكون فيها 42 قاضي بيمثلوا أقاليم مصر كلها، وعلى رأسهم طبعا الإله أوزوريس إله العالم الآخر، ومن وراه بيقف الإله إيزيس والإله نفتس. الجزء ده هو أعظم جزء في كتاب الموتى، لأن روح الشخص عشان تحصل على الخلود لازم تثبت إنها عاشت حياة صالحة من غير أي معاصي، فبيبدأ ينكر قدامهم أي عمل شرير، فبيقول مثلا إنه ما ظلمش أي إنسان، وإنه ما أذاش أي حيوان، وإنه ما كانش سبب في دموع أي إنسان، ده غير إنكاره للأفعال الغير أخلاقية المعروفة زي القتل والسرقة والتحريض على القتل، ممارسة العنف، حتى نشر الرعب أو الفوضى، ده غير إنه بينفع نفسه الجشع والطمع والغش وغيره. بعد كده بيتم وزن قلبه في ميزان في ريشه رمز للحقيقه، فلو كانت اخطائه اتقل من ريشه فهو شخص ارتكب معاصي كتير وبالتالي ما يستحقش الخلود. وفي اللحظه دي بياكل قلبه وحش على شكل فرس النهر وبتموت روحه للابد، مفيش هنا عذاب مستمر، روحه بتموت بس. لكن لو كان قلبه اخف من ريشه واعماله الصالحه كتيره الاله اوزوريس بيمنحه الخلود. بس ايه هو الخلود اللي الانسان بيحصل عليه في كتاب الموتى؟ حياه تانيه شبيهه جدا بحياه المصريين في الدنيا نفسها، حقول زراعيه ضخمه من القصب من غير اي الم او حزن، بيعيش فيها بيمارس الزراعه في حاله من السعاده الكامله. الافكار الدينيه دي اللي انتشرت بسبب الكتاب ده غيرت نظره البشر تماما تجاه الحياه. فكره ان الانسان يحس انه مسؤول عن افعاله وانه يقدر يتحكم في مصيره بعد الموت هي الاساس لاحساس الانسان بعد كده انه كائن حر، لان قبل كده كان الانسان ملوش اي دور في مصيره بعد الموت. فكره ان في خلود وحساب بعد الموت ادت قيمه كبيره لكل فعل بيعمله الانسان في حياته، زي المثل الشعبي اللي قلناه في اول الحلقه، اعمل الخير وارميه للبحر، مفيش خير بيضيع، فحتى لو الحياه ظلمت الانسان حقه بيرجع له في العالم الاخر. دي كانت فكره جديده تماما على البشر وقتها، وانتشرت من مصر لاغلب العالم القديم. وحتى لما وقعت مصر واحتلها الفرس وبعدين الرومان فضلت الفكره منتشره ومؤثره حتى في البلاد اللي بتحتل مصر. تخيل ان جنود الرومان نفسهم كانوا بيسيبوا الهه روما وبيلجأوا لالهه زي الالهه المصريه ايزيس مثلا عشان بتحسسهم ان في خلاص من العذاب في العالم وفي خلود منتظرهم في العالم الاخر. لو عايز تقرأ اكتر عن كتاب الخروج للنهار او تقرأ النص الاصلي هتلاقي فيه مصادر تحت الفيديو بتوريك النص الاصلي في الانجليزي وفي العربي.